المشهور ما تقدرش ترضي كل الناس. فهي السيدة أم كلثوم كانت تعبانة في القرش وفاهمة قيمة القرش اللي هي وصلت بيه، فكانت بتدفع في كل حاجة في مكانها. يعني حداها ما كانتش الحاتين يتلموا على فيلتها يوم العيد يا كريم بقى تذبح خمس ست خرفان، تقول لا، كانت تقول لوالدي كده انا بذبح في البلدي، عارفه مين المحتاج وبذبح سبع خرفان في بلدي قريتي. وكذلك الزكاه بتاعتها والكلام ده كله بتذبحه او بتفرقه لاهلها. وهي قبل ما تموت كان في شخص اسمه عادل، طفل اسمه عادل، كان زي ما تقول تبنته، مش تبني يعني، جاء عاش معاها في الفيلا من احد ابناء قرايبها، عاش معاها في الفيلا لغايه لما كبر. هو دلوقتي عنده اكتئاب يعني، انا الى ان هو مكتئب بعد غياب ام كلثوم يعني. هو بعدين حضرتك كانت يعني اللي بقى عارف اللي بيطلب طلبات كتيره من قرايبها مثلا وهي ما تنفذهالوش، يطلع بقى الاسم ده، يطلع منها الصفه دي. لكن لا، انا عارف متاكد، لان هي لما سافرت مره لوالدتي والاحد واحد اثنين ثلاثه تانيين من اصحابها جابت لهم قلاده ذهب فيها عمله ذهب